وسينضم إلي مشاهدينا الكرام الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد ماهر. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. مساء الخير عليك وعلى كافة مشاهدينا القناة. نعم، كما استمعت أستاذ أحمد لما قاله حسين باهميل أنه على الأقل من الحكومة يجب أن تنسحب من اتفاق الرياض، هل ترى أن هذا حل أمام الحكومة يعني بحكم الواقع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن وما حولها؟ هو الانسحاب من اتفاق الرياض هو خطوة غير صحيحة، أنها لا تصب في مصلحات تصحيح الأوضاع في المحافظات المحررة وإعادة ترتيب عمل المؤسسات الحكومية، ولكن لابد من تصويب اتفاق الرياض وإعادة العمل به على حسب المفردات التي اتفق عليها. يجب من الراعية تصويب اتفاق الرياض ومثلا بالمملكة العربية السعودية الراعية بالاتفاق أن تلزم الأطراف المشاركة بالاتفاق على تنفيذ البنود التي اتفقت عليها من خلال تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض وما إلى ذلك من باقي المخرجات الذي وقعوا عليه في الرياض، ومنها أيضا إعادة اللواء الأول حماية رئاسية للعاصمة المؤقتة عدن وعودة الحكومة الشرعية ممثلة بكافة وزرائها وقطاعاتها ومؤسساتها الحكومية إلى إدارة شؤون الدولة من العاصمة المؤقتة عدن. تحدثت أنا وضيوفي عن الجرائم التي تحصل في مطار عدن وصولا إلى المنافذ البرية، يعني بعيد عن هذا كله كيف قرأت أستاذ أحمد الحراك الشعبي شمالا وجنوبا في إدانة هذه الانتهاكات؟ طبعا أي انتهاكات تمتد تمس بحقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية أو حتى المحافظات الشمالية كلها مدانة، فلا يمكن لأي يمني أو لأي إنسان أن يقف مع هذه الانتهاكات الغير إنسانية التي لا تصب في مصلحة المواطنين، وفي الأخير هذه الانتهاكات مدانة من كل الأطراف ومن كل المؤسسات الحكومية ومن كل حتى المكونات السياسية أو الأحزاب، فنجد أن هناك إدانة كثيرة من أبناء المحافظات الجنوبية لما حصل من تقطعات أو من أعمال غير إنسانية أو من تصرفات لا يقبلها المواطن ويرفضها الدستور والقانون ويرفضها المجتمع اليمني. لذلك نقول ان الخلاص من هذه التصرفات الغير سليمه هي بتنفيذ اتفاق الرياض وتنفيذ الشق العسكري والامني منه واعاده ضبطه في طرف مؤسسه الدوله في العاصمه المؤقته عدن. المجلس الانتقالي وهو على اساس هو المعني بهذا الامر قام بادانه هذه الحوادث الاجراميه و يعني وعد ب أن تسلك مسالك قضائية وأنه سيتم المحاكمة. هنا قد يأتي السؤال، يعني هل يمكن أن يكون الجلاد هو نفسه القاضي في هذه الانتهاكات؟ لن يحدث مثل هذه الأشياء والأشياء ليست كافية، بل يجب على المجلس الانتقالي أن يمكن السلطة القضائية وإدارة الأمن من عملها في عدن حتى أن يمكن إدارة الداخلية بكافة قطاعاتها الأمنية والاستخبارات تستمر العمل حتى تستطيع ان ترصد هذه الاعمال وان ترفض عن هذه الاعمال الغير انسانيه وان تحاسب كل الجهات التي شاركت في هذه الاعمال ومارست ابشع انواع الظلم والتغطى والقتل، انها اعمال غير انسانيه يرفضها الدستور والقانون والمجتمع اليمني، ولن تستطيع الحكومه فرض سيطرتها الا اذا عادت في ارض الواقع وتمكنت من اداره مؤسساتها المحليه والامنيه والعسكريه في اطار اعاده تفعيلها من العاصمه المتصاعده. أختم معك بهذا السؤال وهو عن أسر الضحايا، يعني ما هي الخيارات التي يمكن أن تقوم بها أسر الضحايا في ظل هذا الوضع الأمني المنفلت في العاصمة المؤقتة عدن؟ طبعا ليس لديهم أي خيارات كثيرة مطروحة غير التمسك بالقانون ورفع دعوى قضائية واتباع السبل الرسمية التي اتجهوا من خلالها من خلال النيابة الجزائية ومن خلال النيابة العامة ومن خلال توجيهات رسمية المذكورة من النائب العام في التحقيق في هذه القضية، وايضا توجيهات وزير الداخليه التي قضت بتشكيل لجنه امنيه لتحقيق مسارسات القضيه. لذلك ننتظر ونرى ماذا سوف يحدث بهذه القضيه التي اشعلت الراي العام واشعلت حتى المواطنين شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، حتى هناك مظاهرات خرجت في امريكا تطالب بالقصاص لان هذه قضيه راي عام تمس كافه المواطنين ولا يمكن السكوت عنها. لذلك ننتظر ونرى التحقيقات الاوليه التي سوف تصدر من النيابه العامه ونرى ما هو التحليل الطبيب الشرعي للجثه ونرى ما هي الاجراءات المتخذه في حق القتله والجنات حتى نرى ان الجهات القضائيه كانت منصفه وحافظت على دم الشهيد عبد القدوس الكريم ام لم تحافظ، وذلك وبعد ذلك سوف نرى ما هي الاجراءات المتخذه من قبل اسره المقتول.
نعم الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد ماهر، شكرا جزيلا لك.